الاحتفالية السنة دي أخبارها إيه؟ كام أم اتقدمت واخترتهم إزاي؟ في البداية بحيي حضرتك وبقول لكل أم مصرية كل عام وحضرتك بخير وطيبة وبصحة وسلامة. وزارة التضامن الاجتماعي ما نمنها بأهمية دور الأسرة المصرية بشكل عام، والأم باعتبارها المحور الرئيسي في كيان الأسرة المصرية، بتهتم جدا بكل القضايا المرتبطة بالمرأة ومرتبطة بالأم ومرتبطة بالأسرة بشكل عام. كم ستة قدمت؟ في البداية لازم نقول احنا عندنا حوالي 775 أم قدموا في المسابقة السنة دي، اللي انطبع عليهم الشروط 399. احنا ابتدينا كوزارة، احنا بنبتدي بدري شوية، فاحنا ابتدينا اعلنا الاول عن المسابقة، والأمهات ابتدت تتقدم من يوم 19 ديسمبر الماضي. قعدنا شهر لغاية يوم 20 يناير. في كل محافظة بيبقى فيه لجنة اسمها اللجنة المحلية، طبعا بيطلع قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي 27 محافظة بيبقى فيه 27 لجنة محلية بتبتدي تتلقى الطلبات من الأمهات المرشحات والمتقدمات. وصلنا ل 399 أم، معايير الاختيار كانت ايه؟ احنا الاول لازم نقول ان احنا عندنا كذا نوع او كذا فئة في التصنيف. كام فئة؟ احنا عندنا 11 فئة يعني احنا بنتعامل عليها. ايه بقى؟ الاول احنا عندنا الام المثالية على مستوى محافظات الجمهورية. احنا عندنا 27 محافظة، كل محافظة اللجنة المحلية بتختار الامهات وبترتبهم. وعندنا الام البديلة، الام المثالية البديلة، وعندنا الام المثالية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعندنا الأم المثالية من الأشخاص ذوي الإعاقة اللي قامت بدور مميز في تربية أبنائها، عندنا الأم المثالية لابن من ذوي الإعاقة اللي نبغ في شيء ما، قد يكون رياضي وقد يكون علمي وقد يكون فني، عندنا الأم اللي ساهمت في مشروع قوي تمكين اقتصادي وقدرت تبني أسرة ويعتمد عليها، عندنا أم متطوعة من المشاركات في مبادرة حياة كريمة، عندنا أم من شهداء الشرطة، أحد أبنائها من شهداء الشرطة، عندنا أم أحد أبناء شهداء أحد أبنائها من شهداء القوات المسلحة، عندنا رائدة ريفية متميزة، عندنا شخصية اجتماعية متميزة في العمل الاجتماعي والعمل العام، يعني وبالتالي هنكرم 37 أم السنة دي. 37 أم إن شاء الله في قامة الرئيس إن شاء الله في الاحتفالية سيكرم 37 أم مثالية هذا العام. الست عايدة خليل معانا اتكرمت السنة اللي فاتت أم مثالية، اخترتوها ازاي بقى؟ نموذج مشرف الست عايدة. احنا عندنا معايير، عندنا شروط مرتبطة بالسن، معظم الفئات اللي أنا قلتها سنهم بيبقى بيعدي 50 سنة عدا الأم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. لازم يبقى في قصة كفاح قوية بيبان فيها قد ايه الام دي ساهمت في بناء الاسره وتكوينها، وانها طلعت المجتمع حد قوي جدا. فالتعليم معيار مهم جدا، احنا كدوله مصريه دايما بنهتم بمعايير معينه زي الصحه وزي التعليم، فالتعليم عنصر اساسي عندنا، فلازم يبقى فيه ان الابناء يبقوا في تعليم عالي وعلى درجات طيبه. في تجربة كفاح قوية، عندنا معايير مرتبطة بأن في أم أرملة، في أم مطلقة، في أم لها تجربة معينة وقدرت أنها تبني الأسرة بشكل قوي. كل النقاط ديت ليها بالنسبة لنا كلجنة ليها معايير. يمكن أنا في البداية بقول لحضرتك أن في لجان محلية على مستوى المحافظات، بيجي لينا كوزارة في لجنة طالعة بقرار معالي وزير التضامن دكتور نيفين القباج، لجنة بتضم كافة الفئات في المجتمع، ممثلين عن كل العناصر والوزارات ومجلس النواب وكافة الجهات المجتمعية. احنا اللي جانا من المحافظات 128 أم مميزة هذا العام، واللجنة اختارت اللجنة منهم 37. انعقدت منهم اختارت منهم 37، اللجنة دي انعقدت يوم 27/2 الماضي. في حاجة جميلة جدا حضرتك سألت عليها، ممكن لما نتكلم على المعايير نقول ان بعد الاختيار في حاجة اسمها التحقق.